السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حيا الله الضيف الجميل فايز الشهراني اللي مشرفنا ومنورنا اليوم في ختامية حلقة تحت الضوء. الختامية سم؟ الختامية. ختامية. ودك تقول شيء قبل أن نبدأ؟ لا تفضل. طيب قبل أن نبدأ فقرتنا يا فايز، خلينا أوجه رسالة ختامية من أبو كاتم. الناس تقولها دائما في آخر الحلقة، أنا بقولها في أول الحلقة. أول شيء حاب أشكر مدير القناة ناصر الغامدي، وأشكر كذلك فريق الإعداد النسائي، وأشكر خالد الزهراني، وأشكر الكنترول كامل، المخرج، مهندس الصوت. أشكر كذلك المتسابقين تواجدكم وحضوركم للفقرات، فشكرا لكم جميعا. إن شاء الله الحلقة الختامية تكون جميلة بتواجدك يا فايز. طيب. الله يطول عمرك. كذلك الشكر مني لمدير القناة والإخواني المتسابقين، ولك أنت طبعا، ولجميع المقدمين، جميع الأشخاص اللي اختلطنا بهم الفترة هذه. طيب أشوفك مرتبك يا فايز، في مشكلة؟ مرتبك؟ أي لا والله ما دريت أني بتواجد معك إلا قبل شوي. طيب من هو فايز الشهراني؟ قبل أبدأ المحاور اللي عندي أعطيني فايز مين؟ خلي الجمهور يعرف فايز أكثر. باقي على البرنامج يمكن 5 أيام أو 4 أيام. نعم. نبغى نعرف من هو فايز. والله يا أبو كاتم ويا جمهورنا العزيز، فايز شخص طبيعي على سجيته، في نفس الوقت يحب الخير لنفسه وللي حوله. يعني هذه أبرز الصفات اللي فيني. عمري 20، أدرس جامعة. 20؟ نعم. الإعداد يقول لي 25. المحاور عندي 25. عمرك؟ العمر 25. 25 يمكن مشكلة في الإعداد، ما جاب العمر زين. مواليد كم؟ 1000 وكم؟ 1400. 1425. 1425؟ نعم مولود. تأكد لي الإعداد. إذا الهوية عندكم بعد عادي ممكن تطلع الشاشة، بس نبغى نتأكد من العمر فقط. تمام. العمر كله يا فاز، نكمل محاورنا. طيب عمرك. جامعي ما شاء الله، تخصص؟ نعم تخصصي شبكات حاسب. ما شاء الله. نعم جزاك الله خير. طموحك، مشاركتك في البرنامج؟ والله يا طويل العمر ما كان لي أي نية أو رغبة أني أدخل برنامج واقعي. كانت نيتي أتوظف وأعيش مثل ما يعيش أي شاب سعودي في حياته، رب أسرة أو شيء زي كذا، عند أهلي، عند جماعتي، عند قرايبي. يعني ما كنت أتوقع يوم من الأيام أني بدخل برنامج واقعي. ومن اللي صحك تشارك البرنامج؟ واحد من خيالي. شو اسمه؟ محمد بن موسى. محمد؟ موسى. الموسى. طيب تقول ما كان عندي هدف أني أشارك البرنامج. نعم. شاركت في البرنامج؟ شاركت. وصل لنهاية البرنامج؟ نعم الحمد لله. إيش هدف في نهاية البرنامج؟ خلاص على نهايته، بس أكيد إنه لك هدف معين، ممكن تقول إنه فات البرنامج إيش؟ والله أبو كاتم عندي هدفين إن شاء الله ما تتحقق، ولا أدري اللي تحقق منها وما جابها الله خيره، اللي هو أكون إعلامي، إعلانات وجماهير وكذا، عرفت كيف، نجم من نجوم السوشيال ميديا. في نفس الوقت أتمنى إني أجي مقدم في برنامج زي كذا. طيب طموحك هذا كله اللي شاركت فيه في 85 يوم، ما في تصنع؟ هذا هو فايز اللي على الشاشة؟ تصنع؟ ايه يمكن بعض الأحيان الموقف يتطلب تصنع، بس ما هو بتصنع عالي، تصنع اللحظة، تعيش اللحظة، لأنك لو ما عشت اللحظة بيطلع منظرك غلط عند خوياك في الشاشة وفي كل مكان. زي سلطان قصدك؟ أنا ما أقصد حد، بس أنا سؤال، أنا ما قلت. شوف في فرق لما أقول لك تقصد فلان، وفي فرق لما أنا أقول لك مثل سلطان. ما أدري. طيب عبد الوهاب خويك تعرفه؟ نعم.
ونعم فيه وفيك طال عمرك. الله يطول عمرك. يعني الإعداد معطيني محور، أنا أبغى الجواب منك. أنت من كثر ما تفكر في عبد الوهاب، من هو عبد الوهاب هذا؟ عبد الوهاب هذا صديق من الجماعة ومن نفس اللحمة. في نفس الوقت أنا ما أشوفه إلا أخ بالنسبة لي. ربما أخ لم تلده أمك، هذا عبد الوهاب. بس يقولون تفكر فيه كثير. نعم. ليش تفكر فيه؟ يعني إيش اللي خليك تفكر في شخص هو خارج البرنامج وأنت في البرنامج، وأنت في مرحلة انتقالية في حياتك، بتسوي شيء جديد في حياتك، تدخل الإعلام، تدخل الشهرة. إيش اللي بيضيف لك عبد الوهاب؟ عبد الوهاب أمره يهمني، عرفت كيف؟ من أي ناحية يهمك؟ في كل أموره الحياتية يهمني أمره جدا. لو قال لك انسحب من البرنامج تنسحب؟ ما توصل كذا، هو يدري بالزين وهو الأصل اللي دعمني بالبرنامج، ما بيقول انسحب. دعمك مادياً؟ نعم. ولا معنوياً؟ مادياً ومعنوياً وبالفزعة وبكلش. وبحور؟ بحور؟ ايه نعم كذلك. ونعم ما أتوقع بحور دعمك في شيء. بحور؟ ايه هو أصلاً وش جاب الطارق؟ أنت كنت مؤمل فيه أنه يوقف معك. وقف ما قصر. متى؟ بداية البرنامج. فيش وقف؟ علمني. بالمعنوية، أعطاني دافع معنوي. إيش الدافع المعنوي اللي أعطاك إياه؟ أنا خوي مشارك في البرنامج. معلومات أو شيء زي كذا على البرنامج والبرامج. طيب عطني المعلومات اللي الجمهور ما يعرفها، أعطاك إياها بحور عشان الكل يستفيد أو باقي المتسابقين يستفيدون. تفضل. قال خلك واقعي، أعطاني كم نصيحة. عطني. أنت تقول أشوف أبحور شارك في زد رصيدك 7. نعم. تمام؟ وما شاء الله حقق جماهيرية كبيرة، وما حد يختلف على أبحور. أنا ما أدري صلة القرابة بينكم. أنا من المحاور اليوم عرفت إنه أبحور أنت تعرفه. نعم. طيب إيش اللي سوى لك أبحور؟ بس ما سوى لي. أنا أبغى أسمع منك، قل لي إيش سوى لك؟ أنت تقول دعمك. اللي كل اللي بيننا أنا وأبحور صداقة في السناب. يعني ما دعمك بشيء. لا دعمني معنويا، هذه تسوى عندي الدنيا وما فيها. بس كنت انت متامل انه اكثر يوقف معك ويعطيك؟ لا. او تصويت؟ لا طبعا. طيب بس ما ذكرت لي انت معنويا، يعني خلينا نقول لك عطني نقطه نقطتين ثلاث كذا، قل لي والله قال لي غير الواقعيه. الواقعيه هل تسمحها حتى من فريق الاعداد؟ بس انا ابغى من ابو حور ايش اعطاك. والله بدايه البرنامج كنت يعني ما ادري كيف ابدا في الحياه الجديده هذه، كيف اعيش، كيف اختلط بالناس، كيف اتصرف في المواقف. بس انت عارف انه بحور شخص ريالتي ريالتي ريالتي، يعني ما هو نعم. ما هو بنفس الكاريزما او شخصيتك او الوضع اللي عندك انت. فعلى اي اساس انت تاخذ النصيحه؟ انا في البدايه ما ادري، داخل البرنامج، داخل ريالتي. ايوه ريالتي ومقدم، عرفت كيف؟ يعني انت تشوف عندك المواصفات انك تكون مقدم؟ نعم. في البرامج؟ نعم. على اي اساس صنفتها؟ والله غير 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 شاعر القمه اللي قدمت فيه. عطني فقرات او اسقاطات او شيء سويتها اعطتنا موهبه. عندك فقره المطبخ، عندك شعر القمة قدمتها. أي غيره؟ عندك تكفيني حاجة واحدة اللي هي شهادة الأستاذ ناصر الغامدي، أنك أنت مقدم وناجح وجاي على الساحة جديد. وناصر إذا قال لنا شيء، يعني ممكن ترى يجي بكرة يقول أنت أبو كاتم بعد مقدم ناجح وفقرتك ناجحة، وأصدق وأكمل أنا الحياة. ناصر على حسب خبرته الإعلامية ما اختلفنا، ما اختلفنا. شوف شوف أنا معاك، وبالعكس شهادة ناصر الكل يتمناها، والكل لما يعطيها ناصر باستحقاق، ما اختلفنا. بس أنا سؤالي واضح، لما قال لك ناصر أنت المقدم اللي أشوف فيك مواصفات المقدم الناجح، بتستمر معاك هذه؟ بعد البرنامج حنشوف فايز في فقرات، أو بس كلامي لين فايز يكمل من نهاية البرنامج؟ بإذن الله تشوفني أقدم مثل الفقرة هذه بإذن الله.
بتقدم نفس الفقرة هذه؟ نعم. اللي قدمها أبو كاتم؟ نعم. طيب لو أعطيتك الحين مستقطع، خليه يدخل الإعداد، بعطيك مستقطع الحين، قدم تفضل. الفقرة اليوم لك هي ختامية، قدم، خلي الجمهور يشوف تقديم فايز عندي. بسم الله. طيب مخرج بس ركز لي على فايز أكثر، لأنه هو يحتاج تصاميم في البرنامج عشان يحطون شيلات، يحطون أشياء. إيه ركزوا مرة صح ها؟ إيه تفضل. حياكم الله متابعين الكرام، الله يحييكم في هذه الفقرة، فقرتي، فقرة تحت الضوء. فقرتي شيلها، فقرة شيلها يعني؟ إيه؟ تقول الفقرة لك؟ فقرة. أنت تقول الفقرة لك قدمها؟ أيوه قدمها، بس ما تقول فقرتي. طيب أبشر. أنا معك. حياكم الله، حياكم الله. عندنا اليوم أبو كاتم، نسأله كم سؤال كذا ونشوف وش راح يجاوب علينا أبو كاتم. حياك الله أبو كاتم. الله يحييك ويبقيك طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا. يا هلا ويا مرحبا. نورتنا والله. النور نورك طال عمرك، وأنا سعيد وجدا ومبسوط إني أكون مع قامة إعلامية مثل فايز الشهراني ومتسابق ومقدم في برنامج كاريزما اللي الكل يتمنى أن كان يشارك. فأنا مبسوط اليوم إني أنا أكون ضيف معك، وتفضل اسألني الأسئلة. حياك الله ويا مرحبا ومسهلا. حياك طال عمرك. أبدأ بسؤال واحد بالله. وش يعني لك أحمد السويري؟ أحمد السويري قامة إعلامية أتعلم منه الكثير واستفيد منه الكثير، شخص جميل أنيق على الشاشة. صراحة أحمد مكسب لأي قناة، مكسب لأي قناة، واشتغلت معه أكثر من مرة، وصراحة شهادتي فيه مجروحة. أحمد شخص مثقف متعلم متألق على الشاشة، يعني ما أقدر أقول أكثر من كذا. نعم أحمد السويري طبعا ما نقول فيه شيء، ولكن أنا قلت وش يعني لك شخصيا أنت في شخصية أحمد أبو كاتم؟ أحمد ما تربطني في علاقة صداقة ترى، يعني أحمد وسط إعلامي فقط، يعني بعد في الإعلام ما تربطني في أحمد شيء خارج الإعلام، وهو يعرف ما في تواصل بيننا، ما في شيء، يعني أوكي أعرفه يعرفني. بس أنت ممكن سؤالك تبغى توضح كشخصية أبو كاتم. نعم. ممكن هو أعطاك معلومة مررها لكم، أو أنت سمعتها في السوشيال، أو 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 أو, أو, أو أعطاك إياها الإعداد. أنت أعطاك إياها الإعداد ولا منين جبت السؤال هذا؟ أنا ما حد أعطاني شيء. سم؟ ما حد أعطاني شيء. طيب منين جبت السؤال هذا؟ جبته بطريقتي الخاصة. طريقتك الخاصة؟ أنه قصدك أنه شخصية أبو كاتم مرتبطة بأحمد السويري. من اللي صنع أبو كاتم؟ من اللي صنع أبو كاتم؟ نعم. سامي الجعوني. أحمد السويري ما أعرفه. ما أعرفه؟ واحد ما أعرفه. والشيء الثاني اللي كان يفكر في الفكرة ويشتغل عليها سامي. فمعلومتك اللي وصلت لك ممكن تكون صح من طرفك أنت، بس أنا بالنسبة لي أبو كاتم لا أعطيك إياها الحقيقة الحين. أحمد السويري ما له دخل في شخصية أبو كاتم مرة. طيب أبو كاتم حاول شوي ما تتهرب، الله يطول عمرك. حاول هل سبق؟ حاول ما تتهرب؟ نعم. أعطيتك الجواب الصريح. أنا ما أشوف الجواب هذا، شوف الجواب هذا الصريح. نعم. ما أشوف أي صراحة في الموضوع. ما تشوف صراحة لأنه خبرتك في برامج الواقع أو الدائرة اللي حنا فيها ما لها إلا الحين كم لنا، 5 دقائق أو 3 دقائق ما في. لو أنت جايب الخبر صريح ممكن أنا أرتبك، ممكن ما تكون عندي الجواب، بس أنا أعطيك الجواب هذا الصحيح. أنا صاحب الشخص. أنت بعدين أنت مقدم، مفروض أنك تجلس شوية. أنت الحين شوية. أسقطت علي. أسقطت على مين؟ نعم أنا علي شخصيا ومقدم عليك. لا بالعكس. نعم لا. والله أسقطت علي. خليني أقول لك شيء. والله يسامحك وأنا سامحك، ولكن شوف لا تأخذها بالجانب العاطفة عشان الجمهور. إذا تبغى العاطفة أنا أعطيها بعد شوية. أنت كمقدم ما تأخذ العاطفة، تقول أنا أسقطت عليك. أول شيء لو أنا أسقطت عليك أمام الجمهور أعتذر لفايز الشهراني إذا أنا أسقطت عليك وأسقطت على قامتك الإعلامية. الله يطول عمرك. بس أنا أعطيك إياها المعلومة في نفس الوقت. أنا ما طلبت منك اعتذار. لحظة. عرفت كيف؟ أول شيء أنت تقول أنا أسقطت، فأنا اعتذاري ما قلت الاعتذار لكيف فاز كذا، ما قلت للجمهور. يا جمهور أنا أعتذر، يعني عشان الجمهور اسمعني الله يرضى. من قبل ما تعتذر، أنا أصلاً مسامحك ولا أبغى منك والله شيء، لكن اسمعني. أنت رميتها خلك فيها الحين، لا تروح، لا تغير المحور. اسمع. وين الإسقاط اللي أنا أسقطت عليك فيه؟ أنا اعتذرت لك. تقول خبرتك 5 دقائق. طيب أنت منين جبت الخبر؟ أنا أعطيتك إياها
صحيح العبارة شخصية أبو كاتم سامي. أحمد السويري مرة ما له دخل في الشخصية، وأحمد ما طلع تكلم عن شخصية أبو كاتم إلا بعد ما حققت نجاحات. لو حقق خلينا نقول فشلت شخصية أبو كاتم، بيطلع يقول أنا اللي جبت الشخصية، أو أنا اللي فكرت، أو أنا اللي صنعتها. فهذا السؤال يدور عليه أشياء كثيرة، جاوبته أكثر من مرة يا فايز، تمام؟ وما أنك أنت اليوم مقدم الفقرة، أنا أقول لك يا فايز فكرة أبو كاتم سامي. أنا أعطيك إياها بصراحة، لو أحمد السويري حقول أحمد السويري. لا إعداد، هو ما هو تبرير كثر ما هو توضيح للأجيال المستقبل عشان يعرفون فقط. تفضل. زاد فضلك. طيب بس كمل. سؤال ثاني. خذ راحتك. اسمح لي. اسمح لك. شوف وقت ما تقول لي أبو كاتم ابدأ في محاورك ونبدأ في المقاطع اللي عندي بدين. بسألك سؤال وبعدها نودع الجمهور العظيم ونبدأ معك. أسلم. هل سبق وكان أحمد السويري مدير برنامج عليك؟ لا. مرة. إذا تبغاني أذكر لك، إذا تبغاني أذكر لك كل البرامج، ذكرت لك كل البرامج. مرة ما أذكر أحمد بس كان مذيع في قناة الرسالة، جابني ضيف. بس كمدير علي لا. أشكرك. شكرا أبو ريماس على هذه الإجابات الغير صريحة، ولكن شفتوا معنا أعزائي المشاهدين إجابات أبو كاتم وطريقته في الإجابة على الأسئلة. إن شاء الله يكون فيه واحد من الجماهير من زمان، من بدايات أبو كاتم، يمكن هو عنده الصدق. شكرا، ودعكم الله، ونترككم مع أبو كاتم عشان يسألني أسئلته. طيب أنا ما راح أقيمك لأنه بعد شهادة ناصر ما في شهادة ثانية. نعم صحيح. تمام، بس الله لك التوفيق. اللهم أمين. بس نصيحة، إذا كنت تبغاها تقدر تأخذها وتقدر تخليها. تحتاج أنك تطور من نفسك أكثر وفي انتقاء الكلمات، واحد. الشيء الثاني، لا تكذب الضيف إلا لما تكون مصادرك واثق منها أنت. تمام. طب أنا جاوبتك الحين بكل صراحة، ومستعد أحلف أني أنا جاوبت بكل صراحة، وبين أن معلوماتك اللي قلتها غير صحيحة. ثلاثة، خليني أقول لك، أنا أقول لك المعلومات هي كيف صايرة. ثلاثة، أنت راح تستنجد بالجمهور، تبغى الجمهور يساعدك وهذا من حقك، بس تكون الفقرة انتهت، تكون الفقرة انتهت وما طلعت أنت عندك بنتائج الفقرة. لا، فخلينا أكمل اللي عندي وبعطيك المحاور اللي تبغاها. فبالعكس أنا عندك الكاريزما والقبولية في الشيء هذا، وأتمنى لك التوفيق. أشوف أننا نرجع لمحاورنا وشد حيلك في التقديم. الله يوفقك. ويرد عليك. تبغى ترد؟ نعم. واضح إنه اليوم بيكون في ردود بيني وبينك، بتطول. وش بدك نسوي؟ حقك، تفضل. الله يطول عمرك. إجابتك ما كانت صريحة جدا، عشان كذا أنا ما عندي هنا جوال، ما عندي أدلة، عندي كلام صدق، ما هي مجرد محاور من الإعداد. طيب. أنا ما أخذها وما أدري وش صدقها من كذبها. ما أدري من صدقها من كذبها. ثاني شيء، ما تدري إيش معلوماتها يا فايز. ثاني شيء، أنت قلت الحين أنا ما أدري. أبري ما صلي طول عمرك. وعمرك. تسمح لي. أنا بس. تسمح لي بس. أنت معلوماتك غلط. فايز. ما هي أنت معلوماتك غلط. ما هي غلط. إذا تبغى تمرر شيء على المتسابقين بنفس شخصيتك اللي قاعد تسويها الحين، هذا أكبر غلط يا فايز. معلوماتك غلط، اللي وصل لك إياه وجلس معاك وعطاك المعلومة هذه غلط. طيب أنا مستعد أحلف لك مثل ما أنت تبغى تحلف لي إنها صدق. إنه إيش؟ إنها صدق المعلومات هذه. وإني تحلف بالله؟ متأكد. تحلف بالله؟ متأكد. أحلف للمشاهد الحين. منها. أحلف. 100%. أحلف للمشاهد. وهي في ذمتك. أنا ماني في ذمتك. لا 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 لا. لا, 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 لا ما تقول أحلف للمشاهد. يا عزيز. لا لا. شوف. هي فقرة ختامية. تمام؟ وأنا كنت أبغاها تمشي مرة وعطيتك الحقية. تيجي الحين توصل تقول أنا مستعد أحلف؟ والله إني مستعد. أحلف. ما بحلف. وفي ذمتك اليوم القيامة. ما بحلف. شفت إنك ما أنت بصادق؟ أنا مستعد. لا لا, لا تقول ما أنت بصادق. اسمعني اسمعني الله يرضى عليك. اسمعني أبو كاتم. اسمعني أبو كاتم. مستعد أحلف وفي ذمتي إلى يوم القيامة. إيش تبغى أكثر من كذا يا فايز؟ أمام المشاهد. ممكن المعلومة كانت الغلط. أنا قلت لك يا فايز. ممكن المعلومة كانت الغلط. أحلف وفي ذمتي إلى يوم القيامة. واحد منا لازم يحلف اليوم. احلف. اذا انت الحين تامرني اني احلف، عشان كذا انا ما حامر يا ما يا المقدم الجميل. اثبت معلومات. ماني مجرد شخص تامر انه يحلف. يا المقدم. ويحلف. اسمعني يا المقدم، استنقاص حق المقدم ترى. يا المقدم الجميل، احلف للجمهور ان معلومتك صحيحه، واثبت ان معلومتك صحيحه يا فايز. يا فايز شوف
احيانا تكون انا عندي محاور تمام، انا متاكد من المحاور هذه انها غير صحيحه، انا ما اذكرها ترى على الشاشه احيانا، ادري ان الاعداد تعب فيها وادري ان الاعداد النسائي اشتغل وحاول يوصل لمعلومه، ولكن انا احيانا استنتاجيه في طرح السؤال وهذا اتخلى عنه. فانت تجي الحين تقول انا بحلف، فايز لا توصل نفسك للمرحله هذه. انا ما قد وصلت مع احد لمرحله انه انا يا نوصل حلف، لانه في نهايه الامر فقره وختاميه وبرنامج جميل، فليش نوصل لهذه المرحله؟ تمام تمام تمام، بنسهل الامور ما دام انك تبغاها تسهل. فانا اتمنى تتاكد من معلوماتك مره ثانيه مستقبلا. شوف اللي يهونها اني انا ماني ملزوم اسالك الاسئله هذه، وملزوم انك انت تجاوب، بس انا حاولت بس مجرد مثال اني انا مقدم وانت شخص ضيف عندي، عرفت كيف؟ بس انت تقول انا ماني ملزوم، فعشان كذا ما نبغى نكبر السالفه. لحظه، انت تقول انا ماني ملزوم، لا لا لا، ما دام ما تبغى تكبر السالفه خلينا على الحلف عشان اثبت لك اني نكبر السالفه. عشان طبعا اعترف للجمهور ان معلومتك صحيحه. انت ما تامرني اني احلف. اعترف للجمهور، والله ما تامرني اني احلف. اعترف للجمهور ان معلومتك غير صحيحه. لا، معلومتي صحيحه. من وين صحيحة؟ صحيحة من وين؟ من وين صحيحة؟ صحيحة، أنا لو معي جوالات، لو أني متمكن، لو عندي إعداد. طيب أطلع لك، أطلع طيب لك. أنت سألتني سؤال، أنت سألتني سؤال، المفروض تقول أنا ما أدري. أطلع لك أدلة. فايز فايز، أنت من يمكن السؤال أطلع عليها. يمكن سؤالك تقدر تقول أنا ما أدري من صحته، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ أنت كذا حطيت نفسك في الزون الأمان، في دائرة الأمان، ما تدري هو صحيح ولا غير صحيح، شفت كيف تطرحه؟ أما تجي وتحلف وتقول لا أنا متأكد يا فايز، تمام، ياخذني الشك في هذا الموضوع. واتمنى ناصر الغامدي يعيد النظر في رايه فيك. تمام، انا معجب بشخصيه فايز ترى، حتى انا معجب في شخصيه ابو كاتب، يعني اكون معك صادق، وبالعكس الحوار اللي وصل بيني وبينك الحين طبيعي، ممكن انا يعني افوقك عمرا. نعم، واعلاميا وكتقديم، وهذا المكان ما هو وجدنا فيه انه والله علشان انا اسقط عليك ولا تسقط علي، بالعكس انا اتمنى امنيه وهذا قدام الجمهور انك يوم من الايام تجلس في هذا المكان وتكون الفقره مو تحت الضوء مع فايز. الله يطول عمرك. وعمرك. الله يطول عمرك. اطمنت الحين وارتحت نفسيا شويه؟ باذن الله. الحمد لله. تشكر ابو كاتب. يا حبيبي. طيب فايز، مرت عليك الفتره الماضيه في برود في البرنامج. والله يا عزيزي البرود يصير في حالة فتور عند كل شخص، أنا يمكن جاتني حالة الفتور هذه في بداية البرنامج. إي بس أنت زادت كثير. زادت، أنا أتفق معك أنها زادت. يعني أول شيء رسمت سيناريو على الشاشة تبغى أهلك وما أهلك، كانت حلوة القصة، حلوة أنك بنيت لك قصة. ما أدري هي مساعدة الإعداد ولا بفكرتك، برافو عليك. هل السيناريو؟ ما أدري أنا. أنا ما أعرف إيش معنى كلمة السيناريو هذه، فسرها لي. يعني اتوقع لما تقول فسرها انت تفهم السؤال اكثر من التفسير نفسه. لا، انا ابغى اشوف اذا كلمه السيناريو فيها شيء من التصنع، اني انا اتصنع على الشاشه، اني انا ابغى اهلي، فهذه خطا. طيب طيب، ليش القناه كانت تطلع متسابقين الا فايز، وكل يوم يجي يوقف لي عند الباب هذا؟ بالله اذا في مقطع الفايز مصممين الجمهور وحزين وكل شوي يجي عند باب، طلعوه بالله لي. كل شوي على الباب، يعني تجي توقف هنا زعلان حزين اذا جاء اهل احد في 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 رياكشنات كثيره كان يركز عليك المخرج، كانه في اتفاقيه انه جيبوا علي الكاميرا بحزني، لان كل الموجودين في القناه وافراد طاقم القناه يدري ان فايز يبغى اهله. طيب وليش ما طلعت؟ ما ادري من المسؤول اللي وصلك للمرحله هذه، خلى فايز يختفي عن الشاشه وفايز ما يكون له ظهور. مسؤول القناه. مين القناه؟ مين هو القناة؟ كلهم، كل واحد يقدر يطلعني لهي. مين؟ اذكر لي يا فايز. ما اذكر انا اسماء. لا يا فايز اذكر، خلك انت مقدم الحين. ما اذكر اسماء، لا شخصية المقدم قد قفلناها. خلاص الحين المقدم. الحين انت متسابق. نعم. طيب اذكر عادي. شفت، لاني انا معجب حتى في تقديمك، يعني ابغاك تستمر ما شاء الله. الله يطول عمرك. بس اذكر لي. والله يا حبيبي. من هو الشخص اللي تقصد انه فايز ما يطلع؟ لها لا، ما دام انا نزلت ترى تغريده فيك، انا نزلت تغريده وانك لك الحقيقه تطلع، ليه ما طلعت؟ ليش السيناريو هذا مشى على فايز في اكثر من اسبوع اسبوعين؟ شوف، اللي له الحقيقه انه يطلعني ولا طلعني، انا ذا الحين اشكره
في الوقت الحالي أنا أشكره. وقبل؟ ليش؟ لا في القبل ما كنت أشكره، كنت أتمنى أي واحد يطلعني، ولكن ذا الحين عرفت أن الخروج كان له طعم لأني أبطيت. لو طلعت في البداية أول ما اشتكت الهلي ما كان جالها ضجة إعلامية. طيب منه؟ ما أدري. تبغى تشكره؟ اللي أشكره أشكر أنه طلعني. منه؟ طبعاً مدير القناة ناصر الغامدي بيض طيب. الله وجهه يعني وجمل الله حاله ما قصر. بس قبل شيء ما ذكرت اسمه. رحت كلمته شخصياً. إيه بس قبل شيء ترى ما ذكرت اسمه. يوم قلت لك أذكر اسمه. لا هو اللي طلعني. إيه بس أنت طب هو اللي طلع ويدخل في البرنامج ناصر؟ لا في غيره. مين؟ أكيد. عطني. مين؟ ما مين؟ أذكر اسمه. مين غير ناصر يخليكم تطلعون وترجعون؟ لأنك بتشوف بنظرة سلبية فأنا ما أذكر. ليه نظرة سلبية؟ بس بداية أنت ما قلت تقدر تقول ليه ما طلعك وليه ما دخلك وليه ما سوابك. مين؟ أنا رجال رحت لناصر الغامدي قلت يا أبو عبد الإله أنا أبغى أهلي. قال من عيوني بيض الله وجهه وجمل الله حاله. وطلعك؟ طلعني على طول. طيب أبغى أروح شوي للفقرات البرنامج. في مقطع أنا شفته أمس. المقطع الأخير اللي هو سلطان إذا هو جاهز. جاهز لي وشوفوا الاستبيان إذا جاهز خلي يجيبونه. طيب نعم أو لا عمدة القرية كانت مستحقة لك أكثر من 3 مرات؟ نعم. تكرارك لنجم الجمهور يدل أن نجم الجمهور أنت؟ كيف؟ أكثر مرة أنا نجم الجمهور أنا نجم الجمهور. أنت نجم الجمهور نعم أو لا؟ أنا مدري أنا نجم الجمهور ولا لا. في منافسة في تصويت مالي. وش تشوف أنت؟ أنا أشوف أني أكثر يعني شخص البرنامج يستحق أنه يكون نجم الجمهور. نجم الجمهور؟ نعم. اليوم وينك عن البث إذا أنت تبغى تكون نجم الجمهور؟ اليوم يعني واجهني وعكة صحية. أمس واجهني وعكة صحية بعد. قبلها؟ وعكة صحية. قبلها وعكة يعني صحية. يعني من يوم ما بدأ البرنامج فيك وعكة صحية. طيب إيش المرض اللي فيك علشان الجمهور يعني يعذرك على هذا الموضوع إذا تقدر تقول؟ المرض تحفظ عن اسمه. طيب ليش شاركت في البرنامج إذا أنت تعبان؟ ما اكتشفت المرض اللي قدني في البرنامج. شوف يا فايز المحاور هذه غير صحيحة. ترى شوف أنا بكون معك صادق. أنت ما شاء الله طموحك أنك تكون مقدم وهذا اللقاء حيكون إرشيف لك وحتدور الدنيا وحترجع للقاء هذا. أنت تشوف أنه هذا جواب أنه وعكة صحية من يوم دخلت البرنامج؟ أنت سألتني سؤال محور من الإعداد. لا لا لي لا, 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 لا أني أرد عليه. شوف 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 ما هو من الإعداد. كل الطرق اللي تجي في مزاجي إذا شفت أني نظرت كذا أعرف أنه إعداد. إذا أنا ناظرك هذه تحليلي أنا الشخصي. تحليلك الشخصي؟ اي تحليل الشخصي. طيب انا برد يعني عليك لا يا فايز خليني بوصل لك برد عليك شخصك بوصل لك معلومه. هو السؤال ترى مو استنقاص منك ولا هو بضرر منك يعني بس نتكلم انه لو كان فيك مرض معين صلى الله يشافيك ويعافيك. ان كان والله العظيم انه حجه عشان النوم فهذا شيء يعنيك ويخصك والبرنامج خلاص انتهى. يعني وش الاربع ايام اللي حتسوي فيها الشيء الواو؟ بس انا عشان اوصل رساله للكل أنا إذا تبغى تشارك برامج الواقع لابد أن تكون عندك الطاقة الكافية أنك تكمل 90 يوم. طيب تسمح لي أرد؟ خذ راحتك يا فايز. أنا كنت أحسب أن السؤال من الإعداد حاولت أرد عليهم طريقتي الخاصة وبمزاجيتي. إذا هو شخص لشخص مثل أنت ما تقول النوم حنا ما نرقد إلا متأخر. النوم ما يجينا إلا متأخر. أرقد 12 11 10. نعم. الظهر؟ نعم. حاولت أكثر من مرة أني أرقد بدري ما يجيني النوم. عشان كذا أنا أعطيتك الإجابة الصريحة اللي قبلها إجابة عشان الإعداد. نعم. طيب يعني أنا أشوف في محاور الإعداد يعني لو العصا مو في يدي صفقت لك لما قلت لي عشانه شخصي أعطيتني الجواب الصريح. أنا أتمنى أن أبتعد عن أسئلة الإعداد. نعم. بس إعداد النسائي بيزعل إنهم يعدوا لي الفقرات فحناخذ محاورهم ما راح أخليهم بس إنك صريح أنت فتبغى الأسئلة تكون شخصية اللي تشوف أنت متقبل يعجبك أنت, أنت متقبل. لا إذا بتجاوب على الجواب اللي قبل شيء الصريح لا والله خلنا على الشخصية. شوف أنا أحب يعني الشخصية الغامضة بس أحس أن الغامض ما بتزين معه إلا أسئلة الإعداد
اسئلتك بتكون شوي شفافيه، يعني قصدك عالية. انك انت شخصيه غامق يعني. نعم. انت ولا انا؟ شوي انت ولا انا؟ انا ما اتوقع انه في غموض في شخصيتك يا فايز، بالعكس. مره في اشياء ما تعرفها. اوكي غض النظر، هذا شيء خاص فيك، بس انا اتكلم كواقعيا في برامج الواقع، ما شخص عادي. وين الغموض اللي انت رسمته فيك؟ ما اشوف في غموض. الغموض وين يكون ابو كاتب؟ اتعلم منك، اعطيني انت. انا سالتك سؤال بتجاوبني؟ انا ابغى اسمع منك. الغموض يكون داخل الصدر. صمموا لي يا جمهور المقطع هذا اللي قبل شوي، عيد السؤال. شيلوا الكاميرا مني، شيلوا الكاميرا، خلوها عليه بس. يا ابوي لحظة، الله يرضى عليك، الله يرضى. بالعكس انا عجبتني، ترى انا عجبتني عشان التصاميم. انا قاعد اركز عليك لانك انت فتحت عيونك واعطيتها ضربة اليد، فانت اعطيتها شيء خلاص هنا يتصمم يعني لك مقطع ينتشر. يلا شيلني، دخلني بس العصا شوي، نشتغل على التصاميم له اليوم. ايوه بعد 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 بعد. يلا عيد السؤال، فتحة العيون وضربة الكرسي. انا متاكد انه مبسوط بالحلقه هذه سلطان. ابو كاتب لبيت يمنى سم، لبيت يمنى اسلم. اتوقع انك تطلب مني اشياء غريبه. ما عليك، مو بانت تحب شخصيه ابو كاتب ومعجب فيها؟ نفس الشيء، انا معجب بشخصيه فايز، واللي قاعد اطلبه انا مو بشيء انجاز ترى. انا ما قلت شيء، اذا المقطع جاهز يا اعداد شغلوا لنا، لانه خلاص ما يبغى التصميم. هو انت اللي قايل ترى يا فايز، انا ما قلت شيء. انا جاوبت فايز. عليك فايز انت سالتني وجاوبت عليك، صرت شوف يعني اخوان انا تلقي جمل غريبه. تصاميم وتصاميم فايز يعني. انا ما قلتها، بما اننا في فقره رسميه او شيء. فقره رسميه فايز شوف، من حقك تقول اللي تبغاه، ومن حقك تسقط علي، ومن حقك تسقط على الفقره. وجهه نظر. لا لا لا. تمام، المقطع جاهز يا فريق الاعداد، شغل لي. طلع لك مقطع يوم انك تقول انا معي جوال واتحداكم تطلعونه، هل فعلا وقتها كان معك جوال؟ هنا عبودي اسئله هنا. ايوه كان معي جوال. ها؟ بما انه نهايه البرنامج كان معي جوال. بيض الله وجهك على الصراحه. وجهك محمد. مو بهذا المقطع، المقطع اللي صار امس او قبل امس هو سلطان هو عارف في نفس الفقره هذه. على ما جهزوا المقطع، ايش اللي بينك وبين سلطان؟ يعني خلينا مو بإعداد، لما انظر في الورقه انا ايش بيكون؟ اعداد. سؤال شخصي. شخصي تمام. ايش اللي بينك وبين سلطان في البرنامج؟ اللي بيني وبين ابو ثقل مزح زايد عن اللزوم شوي. زايد عن اللزوم. مزح ثقيل. طيب نشغل الجمهور ونرجع بعدين نكمل. تمام خذ راحتك. شغلوا المقطع. علومي الطيبة يطيح عمر وزارة اللي بين الرياجي مني للباب. خلاص شو المرجلة ما بتوديك، ما بيطلعك في البرنامج هذا إلا التصاميم. يا سلام أحسنت، هذه وجهة نظرك، المرجلة ما تطلع الرجال. نعم التصاميم اللي تطلع. طيب. أشكرك على الرأي. يعني هذا اللي بينك وبين سلطان أمس مزح؟ نعم. يعني افهموا يا جمهور انه اي شيء قاعد يصير على الشاشه مزح ونحاول نسوي حدث ما بيني وبين سلطان، كذا الرساله؟ لا، الحدث يجي، انا ما اتصنع الاحداث. طيب الحدث بس انت يجي. اذا هذا مزح يا فايز وتقول المرجله ما توصلك لعند الباب، مشينا. شوف ندمت؟ اذا ندمت عادي تقدر تعتذر الحين لسلطان والجمهور. لا ما ندمت، حروح للسؤال الثاني. شوف أنا ما ندمت لأن إجابتي منطقية، ولكن أوكي. في حقوق المرجلة، كلنا رجال وحنا ما جينا هنا في البرنامج نتعلم الرجولة. كلامك صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. فما يصير أن أنا ندعي المرجلة والمرجلة كل شيء. فيه وين عقل. وين الادعاء في المرجلة؟ فيه عقل. وين الادعاء في المرجلة؟ فيه. سؤاله كان بسيط، وين الادعاء في المرجلة؟ كيف فين الادعاء في المرجلة؟ هو سلطان لما سألك السؤال. أيوه. وين الادعاء في المرجلة؟ سؤال. لا، هل اسلوبه في البرنامج يوم قاعد يقول لك، او اسلوبه قصدي في البرنامج
في مرجله زياده، القهوه والشاهي والضيافه وعلوم المرجله هذه، لا هذه اللي مزعلتك؟ لا انا بالعكس اشوفها ضيافه وكرم منه. نعم نعم. طيب سؤاله، وين في مرجله؟ هو عد سؤاله وتشوف. هو ايش قال؟ ايش قال لك؟ قال انت داخل هنا عشان تصاميم بني، صح؟ اوكي. وانت قلت له ايوه انا ابغى تصاميم. طيب وعلوم المرجله ما توديك لعند الباب؟ لا، قلت انت وش دخلك البرنامج هنا؟ قال علوم المرجله. علوم المرجله هو الكذا والكرم وال... طيب هو سأل سؤال عادي، انا اشوف ارفع ضغطي في الاجابه. رفع ضغطك في الإجابة. ولا مزح؟ رفع ضغطي في الاجابه بطريقة، وانا ما اشخصنها يعني، اعطيه رفع ضغط ومزح واللي بيننا يعني ريالتي. ما اختلفنا، في فرق لما انا ادخل الجمهور في دائره الشك ورده الفعل، وفي فرق لما انا امزح مع متسابق. ممكن مزحي ثقيل. مزحك انت ثقيل؟ يمكن. وهذا اللي خلى ممكن ما في قبوليه بعض المتسابقين يتقبلون فايز في البرنامج؟ عشان مزحك ثقيل؟ ما سمعتك. اعيد لك السؤال بصيغه اخرى، عشان كذا بعض الجمهور، بعض المتسابقين ما هم متقبلين فايز؟ متقبلينه ليش؟ عشان مزحك ثقيل؟ لا. ليش ما هم متقبلينك؟ ممكن تحزبات او شيء زي كذا، ولا بيتقبلون الشخص هذا. وتحزبات؟ تحزبات من مين؟ يعني من هو الاشخاص اللي قاعد يتحزبون؟ انا ما اذكر لك اسماء من يوم دخلت البرنامج. خلاص ما نذكر اسماء. اي نعم. طيب كم عدد الاحزاب الموجوده في البرنامج؟ تبغاني اعطيك عددهم بعدها تقول اذكر اسماء؟ لا لا خلاص، اسماء ما راح اقول لك اذكر، عطني العدد. ممكن ثلاث احزاب او اربعه. حاولت تدخل معاهم ورفضوا صح؟ لا بالعكس. حاولت تكون ثنائيه وما مشت معك؟ لا، انا مجرد شخص ارتاح له اجلس معه واسولف معه. ممكن عبد الله الحربي اكثر شخص يمكن تشوفني اجلس معه واسولف معه، انه شخص جعله جوي. فهمتني كيف؟ جعل جوك من اي ناحيه؟ رجال. ايش؟ رجال. والباقيين رجال؟ نعم كلهم. طيب ولكن اي بس اطلقت عليه رجال لان جميع يعني مواصفات لا 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 الرجوله. لحظه يا فايز، اللي انا لا لا انت الرجال اسقاطه مره كبيره. كيف؟ اسقاطه كبيره. كيف؟ والله يعني انت عندك ما شاء الله 30 رجال او 25 رجال في المسابقه، تقول عبد الله رجال. طيب الباقي ما هو برجال؟ ونعم فيهم والله كلهم رجال. فردك يا فايز مو انا مرة. ما انت تقول والله عبد الله رجال، تشوفه كذا ردك مو بردي انا. انت لما تقول عبد الله رجال، طيب الباقيين كلهم رجال. ما انت لو قلت والله الباقيين رجال وما فيهم قصور انا معاك. انا بس انت بس صنفت عبد الله وعلاقتك مع عبد الله والباقيين متحزبين لانه رجال، الباقيين لا. شوف عندنا نطلق على الرجال اللي يعني يعجبك الشخص هذا، فيه المواصفات اللي تعجبك، يسمون رجال رجال وكذا. والباقيين اللي ما تعجبك؟ كلهم رجال. انا ما اغلط على حد ولا اتكلم في حد، وكلهم بالعكس كلهم معززين وغريب. هي لا تحاول يا ابو كاتب، لا تحاول انك تخليني اسقط على اخوياي باي طريقه. لا 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 ولا برضه يا فايز، ولا فايز ولا برضه، ولا برضه انك تسقط على اخوياك. حلو، ادري انك انت ما ترضى ولا انا برضه، ولو وصلت اسقاط على اخوانك ممكن انهي الفقره. بس المقصود ما هو كذا يا فايز. نعم. انت اللي قلت، انا ما قلت شيء. يعني انت اللي قلت انه انا علاقتي مع عبد الله هي الكويسه، كان استمرت على مدحك ذا، قلت بس لانه رجال. يعني الباقيين ما هو برجاجيل؟ انت اللي فايز قال، ترى انا ما قلت شيء. انا لو قال الكلام هذا لك الحق انك تجي يا ابو كاتب تقول لي وقف وقف الله يرضى عليك. انا ما ارضى تسقط على اخوياني وتقول فيهم العتب. يمكن العتب على اسلوبي لانه ما انطبق مع اللغه الاعلاميه اللي احنا نتكلم بها. بس تعتذر لهم؟ ليه؟ انا ما غلطت اصلا. انت تقول لانه الكلمه ما جت. انا ما غلطت. طيب عادي اعتذر لهم، مش مشكله ما تعتذر لهم. يا اخي انا ما غلطت عشان ما يستحقون الاعتذار اخوانك؟ ما يستحق ذا الحين لاني ما غلطت عليه. غض النظر تعتذر على الكلمه انك انت والله صنفت عبد الله رجال والباقيين ما ادري الباقيين رجال بعد. يعني تعتذر؟ كيف؟ تعتذر لهم؟ ليه طيب؟ ليه اعتذر؟
الاعتذار يندرج تحت الخطأ. أنا ما أخطيت. أنت تشوف أنك ما أخطيت؟ ما أخطيت. هم يعرفون اللي في خاطري، هم يدرون أني أشوفهم. أنت شوف، دائما المتسابق إذا شاف نفسه دخل في جدار هم يدرون اللي في خاطري. ما فيه، أنت لا. مثل ما يقولون صلعتها خلاص. يعني مثل ما قلت لسلطان والله المرجلة ما توصلك لعند الباب. أنا لما شفت المقطع ما توقعت أن من فايز تطلع كذا. أكون معك صادق، هي ليش طلعت منك؟ ما أدري. لأن البرنامج يندرج تحت أنظمة وأشياء لازم تسويها. هل في المرجلة أنك تخصم على خويك نقاط في البرايم ويطلع خويك تتسبب عليه بالخروج وأن ترجع؟ مين هذا؟ هذا نظام في البرنامج. أوكي، إيش اللي صار في البرنامج؟ اشرح لي. البرنامج عندك البرايم، خذ من مثلاً عبد الواحد، خذ طيب. منه 500 نقطة. على أي أساس أخذ منه 500 نقطة؟ أفرض أني تسببت عليه بالخروج. يعني سياسة البرنامج ما هي عجبتك؟ نعم، السياسة هذه بس، خذ من فلان نقاط، خذ من علام. طيب إيش دخلها في محورنا اللي قبل شوية؟ لأن أنت تقول المرجلة والمرجلة. أعطيتك أقرب مثال أن البرنامج. أنت شكرا لك يا خليل. أن البرنامج لازم أنه يكون يعني ما هو نجرد المرجلة منه، لا، كلنا عايشين في رجولة وكلنا متعلمين، ولكن يحتاج شوي ضغط نفسي أو شيء زي كذا، لأن الطريقة هذه تضغط. الله، وصلني والله الاستبيان. مرحبا بهم أسهلا. شوف، في متسابق جريء، وجراءته هذه أنا مستغرب صراحة أن كتب اسمه، لأنه إحنا ما نذكر أسماء. إعداد تقدرون تخلونه يجي ولا لا؟ لا خلاص، لا 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 لا، ما يحتاج، بس حطوا عليها تويندو الكاميرا الثانية. ايه خمسة وثمانين يوم ما يعرفك؟ ما يعرفني؟ اي والله. طيب انا ايش قلت لك في البداية؟ 85 يوم فيه غموض، تنامون في غرفة واحدة، تاكلون سوا، ومشاركين في برنامج. انا متضح لي في الشاشة انه انتم تعرفون كلكم بعض. موجود؟ جاهز؟ إذا ما هو موجود خلاص خليه. مين؟ فيصل؟ خليه يجلس. فيصل اجلس على الكرسي. شوف الاستبيان هذا، جريء صراحة. فيصل الحازم ما أعرف فايز زين. علشان إيش؟ طيب طلعوا لي فيصل. أرحب فيصل، أنت اللي كاتب الاستبيان؟ إيه. شكرا على جراءتك. الله يطول عمرك. وعمرك طال عمرك. شوف، أنا ما قلت لأحد يذكر اسم، ليش ذكرت اسمك؟ فايز شخصيته غامضة. 85 يوم ما تعرفونه؟ أنا أتكلمك عن نفسي أرى. إيه، عن فيصل. 85 يوم ما تعرفه؟ قلت لك شخصيته غامضة، تعبت معه. شوف، أنا ما أتكلم عن شخصيته، تحليل الشخصيات. أنا أقول لك 85 يوم ما تعرف فايز موجود في البرنامج ولا ما هو موجود؟ إلا موجود، لكن أنا أتكلم عن شخصيته، إنسان غامض، فما فهمته إلى الآن. أنا تعبت معاه. أنت تحاول تكون علاقة وصداقة معاه؟ تقريبا. طيب ممكن ما هو متقبل، ليش أنت تبغى تتقبله؟ وجهة نظرة عادي. وطيب أنت ليش تبغى تتقبله؟ أسأل فيصل. لبيه. تسمح لي أسأل فيصل؟ حقك تفضل. أبو حازم كيف حالك؟ الله يطول عمرك. ما أنت بالحالك نبدأ وجهك، ولا أنت بأول واحد يجيني يقول إحنا ما عرفناك شخصية. هم قالوا قيمه، قلت كيف قيمه وانا ما بيض الله وجهك. بيض الله يعني وجهك. اجيب شيء كذب فيك او اني اتسنى على شيء؟ بيض الله وجهك، هذا اندلدل على صدقك. وانا علمتك من اول برنامج. نعم صحيح. فيصل ابيض وجه طال عمرك. وجهك ابيض. شكرا طال عمرك. طول عمرك. طيب، في عندنا بعد اكثر من استبيان، تمام؟ نعم. يعني تقراه للجمهور.
ترى الوحيد اللي كتب لا متسابق واحد فيصل. لا لا فيصل خلاص، انا صراحه اشكر فيصل على نعم جدا شكرا فيصل. في متسابق ما ذكر اسمه كتب لا 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 لا، بس عندك المحتويات هذه اساله. تفضل اقرا السؤال الاول وجاوب على طول. فايز حاول صنع ثنائيه وكل محاولاته فشلت. نعم صح كاتب نعم. اوكي تفضل. اجوبه فايز غير صحيحه بحثا عن الشيء. نعم خروج فايز من جروب الاشبال لعدم تقبلهم له وفهم شخصيته. نعم استعطف الاداره في خروجه رغبه في معرفه الاصداء. نعم يقول هل كنت تود خروج فايز من المنافسه؟ نعم. شوف ابو كاتم طيب بس بقول رساله اسمح لي هذه وجهه نظرهم هذه وجهه نظرهم. الكتابه هذه ممكن نامي شخص من خويانا هنا متسابق قصدك ولا؟ نعم متسابق. اوكي طيب اكيد ان احنا الاستبيان هذا مسلمين متسابقين مثل ما فيصل سجل. في فرق. هل كنت تود خروج فايز من المنافسه؟ كاتب نعم. طيب يدلك اني جالس على قلبه. من هو المتسابق هذا اللي تحس انه والله انا ما ادري من هو لو كتب اسمه يعني كان. طيب كم واحد كتب عندك؟ لو كان شوف هذا نفس الاستبيان لو كان جريء مثل جراءة فيصل آل حازب وكتب اسمه فوق عرفت يعني انا اشكره صراحة. طيب شوف كم استبيان عندك نفس الشيء. فايز حاول صنع ثنائية. نعم اجبت فايز غير صحيحة بحثا عن الشو. نعم ودائما يقول ابي تصميم. عرفنا عرفته منهم عرفت منهم عادي اذكر اذا هو الجمله هذه قد سمعتها من قبل. اذا رفض الشخص هذا ان يذكر اسمه انت قل اسمه رفض خله يعرف. لا والله يا اخي ابغى استرى يا اخي يطلع بصوره شينه قدامك وقدام الجمهور. ايش استفدت انا؟ ليه؟ يا اخي شفقه له لهالدرجه يحاربونك يا والله ما ندري فيه يعني فيه إيه بس فايز وش اللي يحرك على اي اساس؟ يا اخي انا ما اتوقع اني قد ضايقت حد منهم الصراحه وانا رجال ان يمكن ان اللي يزعجهم صراحتي الزايده اكون صريح انا في بعض المواقف اكثر من صراحه سلطان في البرنامج يمكن انا ما قد شفت احد مر علي ما شاء الله اصفق له واعطيه تحيه اكثر من جراءه سلطان ونعم سلطان ما قال لي شيء شوف اللقطه دي حتى المخرج فهم وش تبغى يلا يجعلني يا بالا بطول عمرك. خروج فايز من جروب الأشبال لعدم تقبلهم له وفي شخصية استعطف الإدارة في نعم هل كنت تود خروج فايز من المنافسة؟ لا يريد طاف على طيب نقطة هذه ما فهمت خطة خلينا نشوف. أول شيء الاستبيان كان 25 ورقة اللي وصلنا بس منها شايف اللي في يدك معناها أنه في ناس ما اهتموا لفقرتك ما اهتموا للفقرة أكيد وممكن أنت في ناس أنت في آخر البرنامج وممكن في ناس ما يعنيهم استبيان إن كتب نعم أو لا الشخص اللي قدامي أنا ما يحتاج إني أعطي رأيي فيه وفي ناس أعطوا رأيهم ممكن في حساسية أو في مشكلة ما بينك وبينهم ممكن من هو اللي فيه؟ شوف أنا ما أتوقع من بيني وبين أي شخص في هذا البرنامج هذه فايز الأجوبة كلهم نعم نعم يعني في واحد أكثر من متسابق يتمنى خروجك من البرنامج من اللي جاء؟ سام؟ من تعال 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 لا تتكلم عند الباب. أرح تعال. سلام ورحمة الله. صلاة بالخير. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقف مستحيل